لطفي العبدلي مرحبا بك. دونك وعليها تور ريت عليها تور تاع راسي كون في ريت عطيه ما عندها حد يروح من نفس القفة. انا ماست وانت امس معناتها سي امبوسيبل ما حطوش على فرد قفة عطاه حسن انت ماست بروفيسيونيل تعرف شكون يمسك منك انت ما يساعدش لا 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 مصوتية معناتها مهنة انت تاخذ منها بفلوس تعيش منها بني دار اي اي واضح. دونك لطفي العبدلي زازاري عظم على مراكزي مرحبا بك. انت مراكزي روحت من تورني تعرفت انت مراكزي قدام الشعب التونسي الكل اي قداش من كيلو لطفي العبدلي مش نحكي على مدينه تونس والله اسمع مباشره شدت روحي الى ماكس عملت روحي والله عملت عبد الحسن تلقى لطفي العبدلي خبر ما يدخل ليه يا ربي ساعه كلام زايد ليه يا ربي ان شاء الله كلام زايد ليه الحمد لله سي بنور ما خرج. مش بيك تعمل وكيل؟ مش بيك تعمل وكيل؟ عارف حكومة جديدة. على ذلك على ذلك كله مو بيبي دامو. على ذلك الخروج. إلى هذا الأسواق ما عندي ما نقول. مرحبا بك. أيوة. شنو تقبلوا في الأسواق؟ شنو تعمل في الأسواق؟ زي حونكي هو يخدم غادي يمشي الوزارة الأولى والثانية والثالثة. وكلفوه زي مرة تجي من وزارة لوزارة تتعدى. ما مشيش الوزارة أنا بخير. أنا لو زارة لم أستأسس. أنا لو زارة لم أستأسس. إيه ما تمشي عاد مثال خليني نبدا حنا ديما نفكر في الأسواق في ريستورانات مع لي زون بوليتيك وش 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 كيف نعملوا كيف نحيوا البلاد وش نخليوا بن جعفر. ربيتني نكبر في الظل. واضح. على ذكر معناتها يعني الاسواق تودرت الاجواء نمر الى هذا النغم بس هو انت جاي نمر الى هذا النغم مع الثانية مبارك دكتور عبدالي قصة الممثل اللي هو يحضر في بلاتو بلاتو ينقص في بلاتو بلا مجالة كانوا ستة بصبع ولا خمسة حتى في رجل غلوش خرج عمل هكا نحن حكيناهم لم انسحب في حياتي وانا حضرت لان بنيه طيبه ولم اكن انا بالانسحاب ولكن مش في على السؤال كانوا سته في البلاتو لطفي المره هذه ولا محترف ضربه نحضر نعتذر منك انت لا لا انت من الزملاء الموجودين من الجمهور الكريم ومن الجمهور اتسع السؤال مش كنت مره لا ولا لا لا ولا لا يا مقدير ولا لا اليوم ولا يحضر لطفي العبدلي مثل اختار في البلاتوات ومش الضيوف كهوهم اهدافه حتى المنشط ينجم يخرجوا من عقله. لطفي العبدلي الليلة أحلى سبعة زعما نص ولا خليكم معنا. ما احنا يا جو لبيس وبطاني دي ما هي مقدمتين لطفي العبدلي مباشرة نحن اي مباشرة 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 لطفي خلينا نحكيو رغم كل ما يتقال عليك معناتها من كلام نتاع كذا وما يسيطرش عليه وقلة القدرة شنو هو الا انه في التربية قاعدة تحقق في نجاحات كبيرة تقريبا عروضك الكل امام شبابيك مغلقة الحمد لله مازلت كي واحد من تورني ظالي من امريكا كندا لغيره حكينا على عروض مدينة تونس اسباك الاخرانيين ظالي في مونريال برا قالوا لي معناها قلة تربيتك لازم تولي عالمية دونك مشيت صيف في التربية في فرنسا في كندا في نيويورك واو مسحت مشيت نيويورك معناتها سمعت بيك تعديل قدام الريستوران اللي كان محمد علي نادي يخدم فيه بالضبط حد تاسي فافري خليه الراجل رايد على روحه محمد علي نادي صاحبي عندك مدة ولا مش والله عندك مدة ولا عندك مدة وانت تكون اللي بتوقف على التبان في انت عندك التبان وش ما كانت تحب يجيك تكون مرة مش لا لا انت قيمت الناس انت ما تكرت حبيت تقوم والله بالشعب اللي بيس والبستودير لحمور رجل يخرج زي الجعب
حر شو بنت تنزيا في عين عم جاري الحب لا لا تعطوش عبد حر بطول هذي نوع من البعاية يعملوها معتا كي ما سردنا بول كل عام شاعتزل سكوربيونز انا بس نبطلوا نحوالي كي ما تسلت يتسر نجنبور وكل سكوربيونز 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 مثلتك مثلا نجم يكون واحد من سكوربيونز وباعوا في خشمه مثلتك معتا تمثيل لا علاقة بالقيمة الفنية مش يباعوا في خشمك سلسلسل انت واحد في بعض الخشم كده دخلت فيه اه بارك الله اخويا مخبي فيه دبش الخشم عندك في الكوريين خلصت الكراس خلصت الكراس واحد اصبح ما يصير خل جاي يجي خشم حكينا حكينا العروض في كندا في المغرب وين تطلب من خشم نعم نطلع على شيء عروض نطلع عروض عملت المباراة العرض موريا لزوري لوكسي العبدلي وكان حضور جمهوري جالية تونسية وعربية شوية معناتها جيوا الجيرية مغاربة حضر معناتها شنو اللي تبدل في المسرحية كي تعرض برا مثلا والله احنا ما شوف كي نقعد في تونس ديجا عندي كل جمعة جمعتين نمبروفيزي برشا في السن وانا والتفاعل نتاع الشبيك كل موند لو سي لي جون ريفيان انورميمون مون سبيكتاك خاطر يعرف ديما تلقى حاجه جديده سي ان سبيكتاك دي بون ما نحضوش انا سبيكتاك انا جا قبل ما نطلع ب 30 سكوند ندور اللي معايا كله براس فمك باش نقول معناها نعمل برشا ديما خاطر كل سبونتانيتي هذيك وكل زمانية اون دونجي يخليك انك تمبروفيزي يخليك انك فما هكا ادرينالين تطلع وتقول نعمل مكس كلي زعما حافظ درسك وتابع انا والبوبليك اللي قام اللي يتكلم والعباد تعرف ولا تعرف معناها تفيزا مولي انا نمبروفيزي وبعد مثلا كان نمشي لكندا ولا كان نمشي المغرب ولا كان نمشي نحاول الدرجين الاولانيين وندرجون نحكي على السيتي نتاع البلاد وكل شيء عايشين فاهمني لطفي معناتها خاطر انت عندك برشا
لازم ياخد بالك وما تنساش. معناتها معناتها لا لانك فهمت اللي يحضر كانك ما تعرفش واش تقول. لا عندك شوية كبير وتختار. عندي نوع من المنطق. اي مش معناتها تنبروزي معناتها تقول كلام اول مرة. لا لا انا مش عارف باش نبدا من غير ما نحكي. لو نفس اللي زعمك اللي تصرف عشوائي في القاعدة في الدكتور. عندي في الكونديكتور ما نحترموش مثلا توا الرجال نتاع المير معايا نتاع الساعة ما يعرفش عليا وقتاش نخرج هذيا وندخل هذه. عمل كله مبرم عليه. لا 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 فهمت العباد كانك تجي ما مش عارف. لا لا ما حبيتش نقول هذا جملة واحدة. كان انت فهمت وكيف اش نعمل اي اي فاهمي متوسط. نعرف نعرف تعرف شنو نشط. والموقع الاخباري قال انه نحى ما تقل من عمل عربي لما نحى لافيشات. شوفوا في الارتيكل هذا اللي هبط صحيح الحكايه مش صحيحه. شنو اللي ما نبي نهدي نحترمه برشا وحاجه خاصه كثيره كيف تشوفني لانه مش انا نتمس منها والحقيقه ما نحبش ندخل في الديتاي برشا خاطر نحب نقعد نحترمه ونحب نقعد العباد تحترمه. ما نحبش ندخل في الاشكاليه اكثر من هكايا مع عائله النادي لاني انا قبل كل شيء تفاعلت معاهم وتفاعلوا معايا قبل كل شيء سبق الاحترام بما ان النادي فنان والعباد تحبه وتقدروا دونك معناها حسبي الله ونعم الوكيل وكذا واللي ظلمني فما ربي حاسبه. انا بطبيعتي خلف ندافع على المشكله مش مع لمين. لا نعرف انا لا عندي لا مشكله مع لمين لا مع ولده هما عندهم بدات المشكله معايا على خاطر انا عمري ما جيت نهار قلت عمل لي ولا هما تو انتم اللي جذبتوا عليه. انا عمري ما نهار جيت قالوا لي وعملوا لي عملوا لي نتفاجئ اشك فوا مثلا كي يخرج لمين يسدني في التلفزه يقول لطفي مش متربي مسرحيته من الاحزام واللوطه صرنا ديك ديجا انا ديجا عملتها معناها من بقى نحكي ما نقولش اسمه احترام لي قول جاني واحد من الجنراسيون ديما قال لطفي العبدلي هو مش من برك حتى مش حقيقي بالنسبه لي انا هذاك كي نعمه ربي نقعدوا تحت الحيط نبوسوا ونحطوا تحت الحيط ما نعبرش عليه لمين نحترمه هذاك علينا توجعني مش سويسي ولا سونغ التاغا ما يقلقونيش مثلا يجون كم فوا في السوق لمين بالنسبه لي انا سي ريفيرونس وعنده فوا كي تجيني حاجه حلوه منه تمسني كي تجيني حاجه خايبه منه توجعني تو سامبلومون اعترف له بالجميل راه مش حاجه خايبه تقول فيها عليه مش معناها تنقيص من قدره ولا حاجه لمين كنت معناها كنت بالنسبه للسويسي نحسك نقصت شويه من قدره كمان نجم يكون من سويسي معناتها ما قالك لا ما عجبكش ما تنجمش نحيله اللي هو اسم كبير في المسرح يا ولدي ما نحيله شيء هو قاعد ينحي روحه كي يخرج يشدني كيكا في التلفزه اي خاطر ما نجمش نعمة ربي تو ما نعمل تكون بالك شو عاملينه دار سوني خادمين ولا ما ربي خالق ياك هاو تحبني نعمل له وما نقصتلوش من كارير وكان عنده كارير تيذكروها العباد ويصفقوا عليه ويحبوه راهو من نجم نقص من كارير حد ومطلع من كارير حد كل شيء معلقه من كراحه في الدومين هذاك لمين نادي فما ناس تحبه وفما ناس تقدروا توا وفما جينيراسيون حتى من بعد فرضوا فيه وفما ناس ما تسمحلكش تقول فيه شر كلمه كيسيروا لي حاجات من هكاك منه ونخاطبوا توا كبابا كخويا الكبير يوجد توجع تو سامبلومون لا قاعد نقص من قدره لا قاعد نقول انا خير منه لا هو خير مني ننفضوا لك كومباريزون كل واحد وقدره هو بالنسبه لي انا مارادونا نتاع 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 الوان منشوف. هل من دورك انك مثلا تنصحوا بالاعتزال؟ هل من دورك تعتزل؟ انا لمين مثلا كان عندي نصيحه عليه والله نقولها له كي ولده مشكلته لمين اللي خدم مع 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 اسمه لو جراند اوتور منصف لو جراند توتر لمين ما يعرفش يكتب وحده مسرحيات سافا دير سي بان دون لمين سي ان جراند اكتور سي ان جراند كوميك هيموريست مسرحي لكن ان سي با يكري دي تكست والوان منشو قبل ما تكون مسرحي لازم تكون عندك ان تري تري بون تكست ايل سون تور با بالناس اللي لازمين منصف منصف ما عادش ينجموا يتعاملوا مع بعض هي ما نظنش ما في النادي توا لازم يجيب ان جون انا كنجيب لمين النادي في العمر هذاك فاكسين بيت دو سان هذيك ما تتنحاش
تقع قال وربي والهي معناها وهرت وسوسان نحكي تكنيك مورا معناها نجيب انجان يكتب له مثلا انا نشوف الجوز اللي بدا دوما ناجحين وماشيين ويعرف يكتب وعندهم قلم جديد العاد العباس تحب تسمع حاجه جديده ينجح خاطر لمين ما حشتوش في حاجه انك تتعلموا الفن حتى تكست جديد نبره جديده حاجات القدم ما دوك من شيء نجح بهم قبل ما عادش تنجم تعاود ما تمشيش معاه لا 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 مش ما تمشيش معاه مش باش يخرج هو الثاني هو يحكي هو مش يخرج لا ما يجيش يجيب الدور مالك يخرج ويكتبوا له ناس جدد ودرا شنو مش باش مش يكتبوا له على على اساس هو اللي يميل مش باش يكتبوا له على اساس هو اللي صغير لطفي العباسي خطيه ولا معناها هو معناها انت مالك كون عبر شوفوا توضيح ساعه خلينا نرجع للموضوع توضيح محمد علي مهدي على الكلام اللي صار انه لما النادي طالب باش تتنحى في شيء تصير عبر شوفوا محمد علي مهدي شنو قال مرحبا بكم التونسية اولا وبذاتها بنستغل الفرصة باش نقول للعباد اللي يتفرج فينا باش يجيو يتفرجوا في النادي النادي خسر هلال فوندردي 13 جوان 13 جوان يعني بعد الجولة الحلوة اللي عملناها في كندا أول موعد باش يكون خسر هلال 13 جوان دونك العباد تتفرج فينا توا الكل في الساحل خسر هلال يجيو يتفرجوا نهار الجمعة ضحكة جارانتي موعد آخر تخي تخي زانبورتون وهذا سكوب باش نقولوا للتونسية لأول مرة حتى ميديا ما في بالو إن شاء الله باش يكون عندنا موعد كبير الصيف هذايا يوم 15 أوت المسرحية جديدة للفنان الكبير لمين النهدي المسرحية الحدث دليل على دليل إخراج عبد الله محمد علي النهدي في مهرجان قرطاج الدول أنا متأسف اللي بالحق معنا وساعات تضحك الحكاية ما بحق سنسرمو أنا متأسف اللي خاطر قاعدين نحكيه على شخص وقعدنا نحكيه على شخص درنيغمو اللي كلال الماء والملح في الدار معنا عبد حلينا له باب الدار بيأتم معنا الكلمة تخلي في خويا بالحق معنا لطفي إتي كومان فخير معنا كيما وليد ولا أكثر حتى من وليد يدخل الدار الوالد فنان الكبير لمن يطيب له نبداو قاعدين ونتفرج ونضحكوا وشايفين كل ما بعضنا حلمنا ما بعضنا اون ايتي فريمون كوبان كوبان علاقه تبدلت لو جور وموان جي ديسيدي دو فير ان وان مان شو يعني نهار اللي انا عملت وان مان شو زميلي العلاقه نتاعي مع لطفي تبدلت كومبليتمون فات مره رحت من كندا وحرب يفتك ولعبي شيخه يدني لي ميديا باش كلموني يقولوا لي برافو فيليسيتاسيون هلا السكسي هذا الكبير يقولوا لي راهو لافته قال قلت انتم انا من نهدي محمد علي النادي ما تقطعوا الركح لما تحيوا اللافته انا لافته مانيش شيء شوف اذا كان مش نحن والله العظيم والله العظيم تقولي شيء يخطر بالله الحكايه ما فهمش منها احنا كنا فوق الركح نحضروا في العمل نتاعنا جينا المنظم العرب قرروا فما اللافتات اذا في قلنا له بس خلينا رانا توا قاعدين نخدموا قال بوقا توا نحمل انا مسؤوليه الحكايه هذايا بعد كي استفسرنا الحكايه قرروا فما اللافتات نتاع ركحي برا واللافته نتاعنا اللي عندنا العرض الليله مش موجوده قلت له حطها ومشى حط اللافته نتاعنا مش نقبل اللافته نتاع لطفي دونك احنا عرضنا المسرحيه نتاعنا شي فيرمي لي كومبلي والليفت نتاعنا لافيش ولافيش تاع لطفي محسوبه اي اون ا اوكان بروبليم ومش مشكله وحتى كان طلب منا بحصه نقول راهو معناها تعرف كان طلب منا المنظم نتاعو اللي هو خدم معانا قبل ما يخدم مع هو باش نعمل دعايه لطفي بعد العرض نتاعنا رانا عملناها اما تجي وتقول لي تكتب على الفيسبوك نتاعك وتسب في محمد علي النادي اللي عملوا معاك يا لطفي وتسب في لامين نادي حلك بالدار يا لطفي تجي تخدم البرا كراسة لامين نادي تعرف شكون اللي حل الجوال ما نشوف في الخارج لامين نادي راه مش حد الشك سواء من سوق انا تخيش كينا خيانة فوق هذيك الارتستيك كينا خيانة فوق هذيك الابداع والفن ما نقوفر طبعاً مشي تصل عبيد والله شو قلت لك توا هو شك فوا فما حاجات جبت نتاع الحكايه جبت من غير برا لا يعني فريق نتاع النقيات معناها نتاع جيل دارنا وحنين الباب شرب الماء من الحتوى جيل داري وامي طيبت له المقارونه وامي المراه الممثله الكبيره العظيمه عندها ست ولا نشوف الدار ما تفرجت فيهم حتى انت ضربه كثير نكلموه يقول لك لمين الهاتف العظيم طيب له مقرونه تي دخلت الدار وكليت مقرونه كيما هو جيل داري وكلاه وكيما لبسنا بعضنا وهدي ودار حاتم لا ودار حاتم دخلت
مش كليت عندك الماء الملح مش ماء وملح جاب لي ماكلة هو جاب لي الملح هكا وناس هو بيحكي لك الماء والملح هو ودزيمون كأشك فوق تحكي له انت على حكاية يقول لك لا وعلاقتنا علاقتنا موجودة وحاجة ثانية ملوة قال لي فمش منها حكاية له لا فيش وبعد قال لك لا المنظمة نتاعنا قال لك انا مش انا اللي عجبت عليها ذهبتوا ديزارتيكل على الانترنت وديزارتيكل هما اللي يحكيوا على الحكاية انا عمري ما جبت عليها الحكاية هو وما سبيتوش وانا دليل بالنسبة لينا صاحبي وكي تدوروا لا تلوحوا لا تنجم تصرف وفات الحكاية وفات الحكاية على الوليد هذاك وربي يرجحه بوه ناجح كبير ياسر بوه أحفنيان طبيعي شفت وانت رح يبيعه ونهديان بنهدي كان أنا قابة بلا كان ذاكر ردينا شاسمي نبدلني من نهدي ممثل عظيم جدا ومنجم يلعبوا حش في الوان منشوف دليل نهدي في الوان منشوف فاشل فات الحكاية علاش نزيدوا فيها ونلعبوا وخايف وردي كيف منه عامل وين منشور وقال لك عامل كومبلين كومبلين الوحيد اللي عامله هو بتاع ألف ولبس وقت أنا عارفها خليش يا عاد ساعدي بكالية وزيد ألعبها دراما ولا مسلسل مصري ولا الحب وخير من خويا كيف جيب عندي ما تمسش مفيش وكهو انا ما قلت شيء العباد كلمتني في الليل قالوا لي راوي نحي في اللافيش وساعة اول انت بيت انا حكيت لافيش وهو مشي قبلي بعشر ايام زورو سوبرمان انتير من كونتراديكسيون في كلامه وكل ما فهمش منها انكر طول وكهو مثلا كيف انت تعلم تراوح وما فهمش منها لافيش كيما من الاول انتم ما منتيتوا عاود رجع جاني الاخر قال لافيش قلت له ما يهمنيش انا عملت هز انا تنحي ما تنحيش لافيش ربي يعينك فك علينا من روحه الصحبه وتسخف العباد وكان روحه تايتهم هذيك وجلداري كلال ماء وملح وجي هو جلداري كلال الشاير بالك شي كلال وكليت كلاست انا ولا صبار كل مسيو يتعدى يفكي العباد جل داريك لأن الملح مرة قال لي رجع لي حوي حويجي رجع لك كنصر وخطبتك حاتم بالحاج مش مع معاذا نكمل معاه والله تكلم كملك معاه انا سائل حتى اسمع لو كان باش تبدا شو ما تخوف منه لا لا خوف منه مش باش يجي يفرعن علينا الكل هذا السيد لازم الواحد فوق عند حد هو يسد له بروموسيون انتليجون معناها بتحب تحكي له على الباك ما عندي حتى عقدة بالباس كان جات عندي عقدة ما نقولهاش انا معقد من الناس اللي كيف قرار وما عندهمش مستقبل ما هو مفهوم المستقبل مفهوم المستقبل هو مفهوم التكت سمعني 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 تذكر انك تعودت للتكتل أنا أي الناس مثلا نكون سوات للتكتل ليش بي قريت فيهم الخير إياك هاو شكير ليه قاعد نثبت الكون حاسس ما فيه الخير لو خاهر في الدور هرا ليه ليه منخفوا كم من ربي نحن ربي حاتم بالحاج ما يا سيكتر فما لعبة تويسة يحبوها برشا اسمها كاندي كلاش صار كراش بالكلاش كلاش نسي نسي بيع كاندي كلاش كاندي كلاش جد مو عمل كاري حتى انا نجد لعبة كاري نرمان نرمان حاتم لازم اني قول كاندي كلاش كاندي كلاش دي زمها البار كاندي كلاش ليه عدد تعرف كراش اما انت كاندي كلاش عندك ابليكاسيون اسمها كاندي كلاش اما في الابليكاسيون في الجو تاع كاندي كلاش فما دي نيفو انت كي تخرج برا كي تتكلم في كانال بلوس وتتكلم في المرة في فرانس دور ولا فرانس 24 ولا في وسيط كي يكور زي تونس كي يلعبوا مع بلجيكا برا ولا مع كوريا يربحوا حتى التربية تو حتى كمان وكي تبدا في تونس معناها طيح شوية في النيفو تولي تحكي حمص وزبير معناها لو ديسكور نتاعك يتبدل تقولش عليك معناها فير بيان برا وكي تبدا في تونس معناها هكا سلعه وفهمت وباش ترسي لك الجيران في اللي يجيك نهار توصل لوصل تخاف يجيك نهار خلت ما يجيك تطول ياسر باش تقول كلمه تعلم على مايك خاطر يجيك الناس تخاف يجيك نهار من كندي كلاس تولي تلعب سوليتير ليه شوف بابا انا ديجا قبل ما نعمل على الكندي كلاش والكراش والتراش تفهم في التراش زاد نعمل على التالون تاعي دو كوميديان فهمتني قبل كل شيء كي نلعب البطل
مرة يتعدى في كانال بلوس ويسألوني أنا نمثل بلادي وقت جو دوا بيان لا ريبريزونتي باسكو أنت كفنان البرة ولا مغني ولا حتى بوليسيان كي تخرج وتلعب في توفي كانال بلوس انت واضح المثال الشعبي اللي كان يقول فيه تحت البقره تكتب في كده مش على راسك ليش مش في تونس هذا في كفاس الديسكور يفضل في تونس اللي هو يفضل على انت في اول حاجه على خطون اللي خضر تخدم المغرب يخدم برا مش برا دي جون كي ريسبكت الارتيست مش جايبك شي عندك كلاش وعارفك مع زوز ديزاتيست مش يحكي لك على مشكلة عملها يجيك يحكي معك على فنك يحكي معك على بلادك يحكي معك على مشاكلك يحكي معك على طن خوزي أخيستيك يفهم يفهم في الفن يفهم في درشنوة هذا يا جيبني جبدني على دليل نهدى وهو قال لي راه وقتها نهارتها في حلقه سبيسيال لا هي سياسيه ولا هي ثقافيه حلقه نتاع بيسكو ودلون دمال اللي بعثوك للنشر الجوية بالبلد هذا اللي انت تعرف انا ما تلفقاش في الانيماتور في الواحد وكذا كتل ولا كيك بلوك ولا بلوك تيماتور فوالا معناتها خطيك هما لزوك وكذا وانت عندك مخ فوق منك اما تصحيح تنتهي في الدار المخ عادة عندك مخ فوق منك انا نحي مخي باش نفهم معناتها لو كان انا نجم نطيح نجاح برك الله عليك انا ما تنجحش ما تنجحش فيا مالا والبرامج البرا ما تردهاش معناتها اذا فما ميوعه تعلمناها انا من برا معناتها انت تعلمت ميوعه اي فوالا الحمد لله شنو انت يا دايما انت تبويه عليها تونس الكل في كندا معني ما عندكش حاجه جديده عندي حاجه جديده عندك زي بروزيل عندي حاجه تطمح كيف معايا جمله مثلا بروزيل عندك فلوس
Je trouve que
دونك في فيلم لا معناها حد ديجا سيناريو خذا جايزه خذا جايزه وخذا ديجا ديجا سيناريو ديجا في تقرا في الاخر الفيلم اول فيلم نخرج منه بخلاف ميكينغ تاع نوري كوجيت نخرج متقلق وفادق وفرح كي كملت ونحيت اللحيه بس سما انورميمون توشي مانيش نقول فيلم رائع ونستناو في ان جراند سيربريز ما نعرفش مي سي ان فيلم كي فادر تري تري توشون يمس هذا الفيلم يونيفرسال ما فيهش زليز وحمام ودنيا معناتها الفيلم هذا يظل جوج ونص رونتري فيلم شبابك جمال فارس معناها اللي الكور ميتراج ورا روحه متشوقين ديما كالبرزاسيون من الكور ميتراج لون ميتراج تكون تخوفنا على البرزاسيون معايا في نيفو باهي الناس زاد ولا هذه اللي يكلم فيه في الانديه يعطيك صحه لطفي العبدلي اللي يفترى انا مش كيما حد ما حبيتش اللي عملت ثلاثه مسرحيات واحد تكون في تفاهات اخبار من فيسبوك ثبت عايشون مسرحيه واحده ساعه طلعت لك انا في المسرح عملت ثلاثه انا كيف زاد بيدي عملت معناتها ونعمل في برامج تاع الاودينس ساعات نخدم بيك تعمل بيا شويه اودينس وكذا انا مش كل اما نحبوا بعضنا برشا لطفي العبدلي.